بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله الفيديو هقدم لكم عن طريقة تحضير الصبغة. انا اخترت صبغة لوريال. لوريال بتمتاز بان هي يا جماعة خالية من الامونيا، فان شاء الله تبقى آمنة. وفي نفس الوقت انا بقى قلت بقى ايه، بلاش اعمل فولكوفير بقى كده، ولازم نبقى ستات شاطرين ونحاول طبعا ان احنا ايه نوفر شوية. وفوق كده كمان انت لما بتيجي تعملي الحاجة بنفسك وان شاء الله تنجح، بتحسي بانك انت كده عملتي حاجة كويسة، والواحد بيحس صراحة بطعم الحاجة اكتر، وان شاء الله باذن الله كده تطلع حلوة. انا اخترت اللون اللي هو الاشقر دون، اللي هو رقم 7. انا طبعا مش عايزه نفس اللون اللي على الصوره اللي على البنت، لا انا عايزه اللي هو اغمق شويه. بس نصيحه يا جماعه، لما تيجي تختاري الصبغه بتختاري اللون اللي انت عايزاه بس بافتح درجتين، بافتح درجتين. ليه بقى؟ لان اللون دون بيحتاج انك انت لازم تعملي بودره تشقير قبلها، بحيث ان انت تكوني عايزه الدرجه اللي انت يعني طلباها. فانا صراحة ما بفضلش بودرة التشقير دي، علشان بودرة التشقير بتبقى عبارة عن كيماويات كتير جدا وكده، وبتضر الشعر وبتأدي لسكوت وحاجات زي كده. اوكي، فانا اخترت افتح درجتين شوية عشان تديني اللون اللي انا عايزاه. اوكي، نبتدي كده نقول بسم الله ونفتح محتويات العلبة. ادي العلبة فتحناها هي يا جماعة، والمحتوى من جوه. نبتدي ان احنا نطلعه، وطلعنا النشرة اهي. لازم طبعا تتبع الخطوات اللي في النشرة بالظبط جدا. ليه بقى؟ لان الخطوات دي طبعا هم عشان هم عاملين الصبغة بطريقة معينة، فكاتبين خطوات معينة تمشي عليها على اساس ان انتي تعمليها بطريقة صح. اوكي، هنطلع محتويات العلبة. محتويات العلبة اهي زي ما انتم شايفين، الطبق ده انا جبته هحضر فيه الصبغة. ممكن على فكرة مكتوب في الكتالوج بتاع الصبغة ان انت ممكن تفتحي ده كده، ده اللي هو مظهر اللون، ده مظهر اللون، بتفتحيه من هنا كده تمام، وبتحطي عليه اللي هو كريم الصبغة، بتحطيه عليه من جوه كده، بتفرغي العبوة وبترجي العبوة دي كده مع اللي هي كريم الصبغة تمام. بس انا فضلت ان انا اجيب طبق واحط فيه المظهر اللون مع كريم الصبغة. بعد كده بعد ما بتعمليه طبعا، قبل ما بتبتدي بكل حاجة بتجيبي فرشة الصبغة بتاعتك، او لو ما عندكيش ممكن تشتريها من الصيدلية. قفازات في قلب العبوة عشان طبعا تلبسيها قبل ما تعملي اي حاجة. وتيجي بقى بعد ما تفضي العبوة كريم الصبغة مع مظهر اللون، بترجيهم مع بعض زي ما قلتلك. بتقسمي شعرك 4 اجزاء. ال4 اجزاء دول يا جماعة اوكي، بتجيبي بقى ده وبتجيبي ده كده، بتحطيه بقى في النص، بتقسمي الشعر 4 اجزاء. بتمسكي بقى خصلة خصلة كده من جذور الشعر، وتقعدي بقى بتعملي بقى بالفرشة بتاعت الصبغة من فوق ومن تحت كده ومن كل حتة، وبعد كده تلميها، وبعد كده تمسكي الجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع وهكذا تمام. وتفركي بقى في الاطراف كده، تحاولي ان انت برضو توزعي ايه بكمية صح. بعد ما تعملي الصبغة وتخلصيها، قبل ما تعملي الصبغة نسيت اقول لكم على معلومة يا جماعة، قبل ما تعملي الصبغة يا ريت تجيبي كريم مرطب او اي كريم او فازلين عندك. اوكي، بصي زي البنوتة اللي في الصورة دي كده، بتحطي الكريم على طرف قرطك كده تحت من فوق، تحت عند الودان كده وعند شعرك من ورا، مش على الشعر لا تحت الشعر كده. اوكي، بتحطي الكريم مرطب كده وتدعكيه على اساس ان الصبغة لو وقع منها حاجة على جلدك يبقى الكريم او الفازلين ده عامل الفازلين عامل زي عازل كده، ما يضرش جلدك بأي شيء.
ما عملكيش اي حاجه يعني او حساسيه او كده. اوكي، زي ما قلت لكم انا اخترت صبغه لوريال علشان هي خاليه من الامونيا، وان شاء الله كده يا رب الفيديو يكون حاز على اعجابكم. وبعد ما طبعا بعد ما بتحطي الصبغه خلاص تحطي بنيه على شعرك، بعد كده تروحي غسلاه بعدها بحوالي نص ساعه زي برضو ما مكتوب في الكتالوج بتاع الشرح. اوكي، تقريه كويس جدا، وزي ما قلت لك انا كده اختصرت لك الخطوات بتاعه الصبغه. هي سهله وبسيطه جدا، ويعني مش زي ما في الكوافيرات بقى بيعملوها بقى حكاية وموضوع كده يعني. تمام، وفي نفس الوقت بقى بعد ما بتغسلي بقى بعديها بنص ساعة و35 دقيقة، بتروحي معاه بلسم. البلسم ده هم كاتبين عليه ان هو ان هو بالعسل الملكي. البلسم ده هتغسلي بيه الشعر، طبعا بتغسلي بيه بعد ما بتغسلي بالشامبو بقى، هتغسلي بيه الشعر. وعلى فكرة ممكن ينفعك لثلاث اربع مرات تانيين، يعني هو حتى كاتبين على علبة اهو لك بلسم للمعين 4 مرات. خلاص، ودي كان فيديو النهاردة عن طريقة تحضير الصبغة، وارجو ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم بإذن الله. ولايك بقى وشير، وإن شاء الله الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.